مساء الجمال على مشاهدي قناة صدى البلد، معاكم شهيرة أبو سيف وحلقة جديدة من برنامجكم أكلة العيلة. أكلة العيلة كل يوم ثلاثة وأربعة وخميس من الساعة 1 للساعة 2، الإعادة من الساعة 3 للساعة 4 على صدى البلد 2. كل يوم أكلة العيلة يعني معناها أن أنا بعمل كل يوم سفرة جديدة بتلبي احتياجات كل العيلة، يعني العيلة كل يوم حد مختلف عايز يعمل حاجة مختلفة، فإحنا بنلبي له طلباته هنا. طبعا اللي بتلبي الطلبات دي مش أنا خالص، اللي بتلبي الطلبات دي حبيبتي نوشة. وحشتني جدا من الأسبوع اللي فات، وحشتيني بجد شهيرة حبيبة قلبي، أنت اللي وحشتيني. وأنا بطالب وبناشد اللي قايمين على البرنامج ده، احنا عايزين البرنامج ده كل يوم، او احنا نشوف بعض كل يوم، مش لازم نستنى الاسبوع. ايه رايك؟ لازم لازم. اهلا بيكي واهلا بكل مشاهدين صدى البلد وكل متابعيني، وحشتوني جدا جدا من الاسبوع اللي فات. النهارده بقى او الاسبوع دوت مليء بالمفاجآت، اتمنى ان انتم تتابعونا يوم الثلاث والاربع والخميس الساعه 1 على صدى البلد 1، وكمان الحلقه ديت هتتعاد تاني الساعه 3 على صدى البلد 2. إيه نشوف بقى اكلتنا النهارده. انت قلتي مفاجآت، ده غير المفاجآة بتاعت الاسبوع اللي فات. لا ده النهارده مفاجأة، وبكره مفاجأة، وبعد مفاجأة، وفي تحضيرات كمان لرمضان علشان نستعد بقى لشهر الصوم. لا ابهريني بقى، انا مستنيه ابهاراتك. لازم 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 تتابعونا، اللي مش هيتابعنا فهو خسران كتير قوي قوي قوي. لا احنا يلا بقى نبدا مع بعض. أنا اول واحده بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قولي طيب. هتعملي لنا ايه النهارده؟ النهارده كده مبدئيا، عارفه ما بتروحي محلات الكشري؟ في ناس ما بتحبش الكشري، فبيعملوا لهم صنف كده تاني اسمه ايه؟ طاجن الايه المكرونه. بيتعمل ساعات باللحمه المفرومه، بيتعمل بالكبده، بيتعمل بالسجق، زي ما تحبي. النهارده احنا عاملينه باللحمه المفرومه. حلو قوي، يعني سهل جدا. طواجن اللي بنشوفها في محلات الكشري يا جماعه وبنروح نطلبها، النهارده نوشه هتعملها لنا، هناكلها كده ونشوف بقى المكرونه باللحمه المفرومه والحركات. انا بتقولي لا، المكرونه باللحمه المفرومه دي مفيش حد ما بيحبهاش. لا غير المكرونه بقى يا شهيره، هو طاجن باللحمه المفرومه بس بتركات معينه وحاجات معينه، يعني مش عايزه اقول انت اول مره تعرفيها، ممكن تبقي عارفاها. قولي بس. لا خلينا أنا اكيد اول مره. خلينا بالك انا حافظه مش فاهمه، انا بتديني الوصفه اعملها على طول. بصوا مبدئيا كده لازم درجه الحراره هنا تبقى عندي مرتفعه جدا، لان انا النهارده يا شهيره هعصج اللحمه بس بطريقه مختلفه. تمام. اللي متعرف عليه في تعصيج اللحمه ايه؟ ان انت بتنزلي بالماده الدهنيه، وبعدين تنزلي بالبصله، وبعدين تنزلي باللحمه المفرومه، وتبتدي تعصجي. حلو. انا النهارده بقى هقول لك على طريقه حلوه جدا جدا هتخليكي تشمي ريحه اللحمه المفرومه وهي متعصجه، تجيبك كده من اخر الدنيا. يا سلام عليها، تحفه تحفه جميله قوي. طيب احنا كده العماره كلها تشم وتعرف بقى احنا هناكل ايه النهارده. بالظبط كده. حلو قوي الكلام ده. اول حاجه طبق احتياطي لاي حد يكون مش طابخ ولا حاجه ياخد من عندنا. لا ده احنا عاملين خير بزياده، ما تقلقيش. اول حاجه هننزل بيها هي قطعه من الزبده. طيب انا دايما في كل اكلاتي او معظم الاكلات بتاعتنا بحب اعمل ميكس بين الزبده وبين الزيت. انتوا بقى زي ما تحبوا، بتحبوا تعملوا ميكس زي ما انا بعمل، حابين تعملوا زبده بس زيت بس، اللي انتوا بتحبوه. طيب الميكس اللي انت بتعمليه ده يعني بيفيد في الطعم يا نشوى؟ طبعا طبعا، الزبده بتفيد في الطعم جدا جدا، هي والزيت، اما الاثنين بيدخلوا مع بعض بيعملوا طعم حلو قوي. طب حلو ده. اول لما تسخن عندي كده واحس ان هي بقت سخنه لازم نعمل الايه؟ ايوه التش التش التش. انا بقيت كده. انت كده على الطريق الصحيح. انت كده على الطريق الصحيح. يا رب تعمل تش معانا زي كل مره. لا سخني تهي الدخنت ولا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه هو ده اللي انا عايزاه. الحمد لله التش طلعت. انا هنا عايزه ايه؟ عايزه الصدمه. لازم تديها صدمه علشان اللحمه المفرومه هنا ما تفقدش السوائل اللي فيها. وتفضلي تقلبي فيها، واحنا بنقلب فيها هنعمل ايه؟ عقبال بقى ما هي تاخد صدمه وتعيش حياتها كده، هنعمل حاجه حلوه قوي، هنضيف لها شويه التوابل بتوعها. تمام. هم عباره عن ايه؟ طب عندي سؤال. قولي. انا دلوقتي اديتها صدمه، افضل سايبه النار عاليه زي ما هي ولا اوطي شويه النار بقى، ولا اعمل لا ايه؟ لا يا شهيره لازم النار تفضل عاليه. تفضل عاليه لازم، علشان تمام مجرد ان انت تهدي النار عليها هتروح هي تاخد فرصتها وتفقد الايه. احنا نلعب مع بعض بقى. بالظبط كده. بصوا بقى هنا معايا ايه. انا معايا قرفه، معايا السبع بهارات، وكمان معايا البابريكا. هننزل بمعلقه معلقه معلقه صغيره من كل الحاجات اللي معانا دي. كمان هنضيف معانا رشه بسيطه من الفلفل الاسود. تمام. احنا نزلنا قرفه، بابريكا،
سبع بهارات بتاعت اللحمه. ايوه. فلفل اسود. ايه تاني؟ ايه تاني؟ قرفه وبابريكا. وفلفل اسود. تمام. سبع بهارات وملح. تمام. وملح. وقلبي. تمام. هتبتدي معايا في الوقت ده تعمل ايه؟ تاخد لون. تاخد لون. هستنى لحد لما تاخد لون كلها، يعني كلها هنا تتوحد معايا اللون بتاعها. تمام. ما تبقاش واحده وواحده. حلو ده. زي ما انتوا شايفين معايا كده. على فكره الطريقه ديت انا كنت زمان زي اي حد في الدنيا كنت بعمل ايه؟ بعصج اللحمه زي ما كل الناس بتعصجها. حلو. بصلايه وحبه زبده وعسل، اعمل اللي احنا كلنا بنعمله. بس الحقيقه بعد ما جربت الطريقه دي، الطريقه دي حلوه جدا جدا. جربيها وعلى مسؤوليتي. وكل اللي بيتابعنا جربوا الطريقه دي على مسؤوليتي، ولو عجبتكم ادعوا لي دعوه حلوه انا وشهيره. ادعوا لك انت فين هتطبخي؟ وانت كمان. أيوة. انت شريكه العمل. انت. أيوة. هنا معايا هنا بشرف انا. بصوا بقى، ركزوا معايا في التركات دي. دلوقتي هضيف ليها ايه؟ هضيف ليها قطعه ثوم صغيره، يعني قولوا مثلا معلقه ثوم صغيره خالص. تمام. هنزل عليهم كمان ببصلتين او بصلايه تكون كبيره ومقطعينها بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. يعني احنا زودنا البصل والثوم بعد ما اللحمه خدت بقى صدمتها ودنيتها. أيوة. طب ما كده البصل بقى هيلحق يدبل ويغير لونه. هيدبل كامل. هيدبل. بس مش هياخد لون. شمع. عشان انا كان نفسي التلفزيون يعملوه بريحه الحقيقه. فعلا ريحه التوابل مع ريحه اللحمه لا حلوه قوي. شمين. طيب هنا بقى تركايه بتاعت نشوه بقى. ايوه تركات نشوه بقى، الابهار بقى اللي نشوه بتعمله لنا. المفاجآت نشوة بقى بتاعتنا. نشوه. ايوه. معلقه خل صغيره. خل. ايوه عشان تشمي بقى. تصدقي شمي اكتر بقى. تصدقي بجد فعلا. لا فعلا الريحه طلعت. احنا هنا بنلعب على الريحه. أيوة. ريحه والطعم. طب الخل هنا علشان خاطر كل المكونات تكسب مع بعضها كده فتطلع لا. الريحه والطعم كمان كويس، ولا الخل ليه؟ لا الخل هنا لتعزيز الريحه. الريحه والنكهه كمان. تمام. بس فعلا ريحه البهارات بقى والتوابل اللي اتحطت قلبت الدنيا. ده حقيقي بجد. انا هنا بقى عقبال ما ايه اللحمه بتاعتنا بقى تاخد مع بعضها كده وتعيش حياتها، هنروح هنا نعمل ايه؟ الصلصه بتاعت محلات الكشري برضو. ايوه. هي محلات الكشري مختلفه عن صلصتنا؟ الاكله دي كلها مختلفه عن اكلتنا اللي بنعملها في البيت. يعني هما بيعملوها بالي. بيعملوها بشكل مختلف شويه. ما انا خدت بالي كل المكونات، يعني مكرونه باللحمه المفرومه انا قلت خلاص يعني هنسلق مكرونه ونعصج لحمه نحطهم فوق بعض يبقوا طاجن خلصنا، لا لقيت الدنيا في حاجات كتيره كده يعني. شويه زبده. تمام. عليهم زيت. تمام. نقلب تقلبتين. انت انا بعمل ميكس الزبده والزيت ده مع الرز بيدي لمعه كده للرز حلوه. بيدي لمعه. بس نصيحه. زودي الزيت. ازود زيت عن الزبده. يعني إيه. عارفه اقول لك على حاجه كمان، الزبده حطيها في الاخر خالص بعد ما تلاقي الرز كده تشرب خلاص وبتهدي عليه، تروحي ضايفه حته الزبده. طب تصدقي بالله لا اله الا الله، اشتغلي معانا بقى في التغذيه، ايه رايك؟ بجد؟ والله صدقيني، اصل هو الاصح الصراحه الزيت عن الزبده الصفراء، الاصح والاصح الزبده البيضاء اصح من اي حاجه ماده دهنيه ممكن نقابلها. على فكره الزبده الفلاحي بتاعتنا البيضاء دي اصح من زيت واصح من السمنه واصح من كل الكلام ده، فانا هتشتغلي معايا. طب الحمد لله لقيتي شغلانه ثانيه. الحمد لله يا رب. هننزل هنا عليهم بحته ثوم كده تكون كبيره شويه. طيب نقول والقلب. الو لنهى. الو الو يا نهى. الو الو. ايوه يا نهى. مساء الخير. مساء الفل عليكي. احلى مذيعه شهيره. يا حبيبتي ده انت اللي جميله. تسلمي لي يا حبيبتي، منوره الدنيا كلها. ده بنورك وبنور كل الناس يا رب، ربنا يجعلنا خفاف عليكم دايما يا رب. امين امين يا حبيبتي. أمين. واحلى نشوه في الدنيا وجميله عمايلها رائعه حبيبتي. يا حبيبتي يا نهى، ازيك يا نهى عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. انت عامله ايه؟ ممكن تعلي صوتك شويه بس لحسن التش إيه؟ هنا كتير قوي. الله يعينك يا حبيبتي وتسلم ايديكي. انت منوراني حبيبتي. تسلمي، ابداعاتك ما شاء الله ودايما متالقه كده. بجد نفسي تبقوا معانا هنا يا نهى، لان فعلا الريحه بجد خطيره جميله جدا. لا وهي جدا
هي كل تجاربها الواحد لما بيعملها بصراحة بيدعي لها. ده حقيقي، ده حقيقي الحمد فعلا. لله. قولي لي نهى، ربنا يوفقك يا رب. متابعة نشوة بقالك كتير صح؟ اه اكيد طبعا، يعني من 3 سنين كده وانا متابعاها. بتعملي ايه من وراها اكتر حاجة؟ والله بتعمل وصفات جديدة كده بتعجبني فلازم اعملها يعني. طيب الجديد ده اكتر حاجة حسيتي ان هو مفاجأة، ايه ده اللي انت عملتيه ده؟ طب لما نجرب كده ونشوف هي بتقول صح ولا غلط، حلو ولا وحش زي ما هي بتقول ولا كلام من ده، كانت ايه؟ والله حاجات كتير قوي. اقربهم كانت عاملة فول بالرز، كان طعمه حلو قوي. اه والفول الحراتي وطلع مظبوط جدا. ايوه فول حراتي. اكلات اقتصاديه من الدرجه الاولى ده. اه والله. ايوه بالظبط بالظبط، هي الناس كلها بتحبها عشان بتعمل حاجات اقتصاديه وعلى قد الايد يعني. ده حقيقي، ده حقيقي. طب عندك اي سؤال او اي طلب لنشوى يا نهى؟ اطلب واتمنى يلا. لا يا حبيبتي ربنا يوفقها. في منيو هنا بنسجل. اطلبي اطلبي قولي يلا. ربنا يا رب يسعدها ويوفقها ومنورين الشاشة انتوا الاثنين والله. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا نهى، نورتيني يا حبيبتي باتصالك الجميل ده. حلو قوي. انا بحب بقى الناس بتوعك قوي، عارفه ليه؟ ليه؟ اكتر حاجه بيقولوها حاجتين لاحظتها إيه؟ عني وصفات كده اقتصاديه وعلى قد الايد، وبعدين كل حاجه جديد. وانا بسمع اكلات هنا والله العظيم عمري ما سمعت عنها قبل كده. بصي انا براعي يعني في كل الوصفات اللي انا بعملها عندي على الصفحه ان انا راعي شعور الناس اللي هي بتتفرج عليا. ما ينفعش يبقى مثلا، يعني انا مش هقول لك مثلا انا منشفاها قوي في كل الوصفات، بس من ده على ده. احنا العادي في بيتنا هل كل يوم بتاكلوا فراخ ولحمه وسمك؟ استحاله استحاله. صح كده؟ استحاله، بنزهق حتى. بالظبط كده. فاحنا ما فيش يعني مشكله لما نعمل المنيو بتاعنا مختلف مره كده ومره كده. حلو. إيه مثلا اراعي الست البسيطه اللي قاعده في البيت مثلا ما عندهاش غير كميه حاجات في الثلاجه صغيره، اخليها تجيب الحاجات ديت واعمل لها فكره جديده وتاكل اسرتها ويشبعوا كلهم. ايه المشكله لما نعمل كده؟ هو لازم اطلع اعمل. ولاحظت كمان يا نشوى انه اكتر كمان انها سريعه، يعني ما بتاخدش مني وقت، مش هضيع وقت كتير قوي وانا واقفه في المطبخ. بالظبط. والامكانيات برضو محدوده، عشان الموضوع ده يعني بيوجعني يا نشوى بصراحه، المواعين الكتيره دي بتضايقني. ايوه انت من الناس اللي بتحب ايه؟ الحله الواحده. اديني حله او اديني طاسه. يوم الكشري والله العظيم حلو قوي موضوع الحله ده. تمام. مش على فكره شهيره مش انت لوحدك، كل الناس. مش كل الناس طبعا. مش فيش وقت، كل الناس بتحب حله واحده. ايوه ما فيش وقت. انا هقعد امال هسيب في المواعين مين؟ انا عارفه. قولي لنا بقى عملنا ايه. بصوا ده انا نسيت. بصوا يا جماعه عملنا ايه هنا، حطينا زبده وحطينا زيت، ضفنا عليهم كمان شويه بهارات، الكمون، الكزبره، معلقه صغيره معلقه صغيره، كمان ضفنا عليهم كوبايتين من الصلصه. حابه تستخدمي صلصه زي ما انا عملت استخدمي، حابه تستخدمي طماطم فريش وتضربيها في الخلاط، ضيفي عليها معلقه كبيره من البابريكا عشان تعزز معاكي اللون، مفيش مشكله خالص. اللي انت عايزاه اعملي، تروحي هوب مدياهم صدمه كده مع التومه، بعد مش التومه تاخد لون، لا انا عايزه يا دوبك تشمي ريحه التحميصه الحلوه بتاعتها. بعد كده تنزلي بقى بالصلصه بتاعتك وتقلبي تقليبتين، ضفت كمان فلفل اسود وضفت ملح، وطالما عملنا صلصه يبقى هنضيف ايه؟ قولي قولي. نسيت. انا قايلها لك في الكشري. نسيت. قايلها لك في الكشري. خلي. لا سكر. سكر. ايوه هو السكر. صح ايوه. هنضيف السكر. السكر لان السكر بيعتبر بيقلل نسبه الحموضه اللي بتسببها الصلصه، بيقللها مش بيخفيها خالص، لا بيقللها. عجبني قوي معلقه صغيره خالص السكر ده. بس كده كده حلوه قوي. خلي في اللحمه، سكر في الصلصه. والله يعني انا بسمع حاجات يا جماعه، بس بصراحه على التجربه، لا التجربه بتقول انه فعلا اللي هي بتقوله صح. صح كده. خلي بالك انت دلوقتي وانا اقول مفيش تشات ليه؟ مفيش تش ليه؟ طفي البوتاجاز نعمل ايه؟ وانا اقول مش شغال ليه؟ ده انا. طيب بصوا يا جماعه، هنا اللحمه المفرومه بتاعتنا احنا مش عايزينها تبقى ناشفه قوي، احنا عايزينها تبقى جوسي. يعني ايه جوسي؟ يعني فيها نسبه كده ايه، سوائل شويه. تمام. طيب هنعمل ايه بعد ما اتعصجت وشمينا الريحه الحلوه قوي؟ عشان اخفف عليكم بقى بروح اعمل ايه، خطوه حلوه قوي. المفروض ان اللي معايا الصلصه ديت تكون تغلي شويه. بروح اخده كبشه من هنا. تمام. لما اروح ضايفاها. اروح ضيفها هنا، هم هنا هيغلوا مع بعض يعني ويعيشوا حياتهم. حلو. كبشه ونص كده حلوين. تمام. حلو قوي. تمام. اسيبهم بقى ايه دول يغلوا مع بعض،
دي تبقى جوسي وهدي عليها النار خالص. ليه؟ لان انا مش عايزاها تشرب الصوص، انا عايزاها تبقى لسه فيها شويه ميه بالظبط، تعتبر فيها شويه ميه. اه حلو قوي، قلب كده شم الريحه حلوه قوي. لا بجد، لا بجد فعلا والله الريحه حلوه قوي. طيب يعني انا النهارده علشان اعزز الطعم واعزز الريحه الحلوه بتاعت التوابل واللحمه، التركه بتاعت نشوه هي ان احنا هنضيف معلقه خل. حلو، معلقه صح ولا فنجان؟ فنجان لا لا لا، فنجان يبقى كتير كتير. احنا برضو عايزين نقول حاجه لكل الناس اللي بتتابعنا، تمام؟ يا ريت نلتزم بالمقادير. بمعنى ايه؟ انا النهارده عامله نص كيلو لحمه مفرومه، يبقى هضيف له على قد التوابل اللي انا قلتها معايا النهارده. معلقه 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 معلقه. اه صغيره صح؟ صغيره، مش معلقه اكل. لا معلقه صغيره، معلقه شاي. اه ماشي. مثلا حد هيعمل زي اللي احنا عملناه النهارده ده، بس هيعمل كيلو لحمه مفرومه، يبقى المفروض ان احنا نعمل ايه؟ نزود شويه التوابل عشان نعزز الطعم. معلقتين؟ لا معلقه كبيره. معلقه كبيره تبقى المعلقه كبيره. اه يعني المفروض ان احنا يبقى عندنا ايه سنس كده واحنا بنضيف التوابل على الاكلات بتاعتنا. فاهماني ازاي؟ اتفق معاكي على حاجه، قولي. في حلقه من الحلقات تبقى معاكي مقادير المعالق دي، لانه ساعات بقى انا اقول لك على حاجه. أوه. انا ساعات بسمع بقى ايه، حطي ضيفي معلقه ايه، معلقه فلفل صغيره. معلقه فلفل صغيره دي يا جماعه طيب إيه؟ اللي هي انهي نوع إيه؟ من انواع المعلقه؟ احنا عندنا معالق كتير، اختاروا لي معلقه لو سمحتوا علشان التزم بالمقادير، لان مش كل الناس عندها نفس المقادير. فانت على الاقل المعيار الثابت عند كل الناس، لو احنا مثلا بنتكلم في معلقه صغيره، هل تساوي معلقه شاي ولا اقل من كده شويه؟ تبقى نص معلقه شاي. لا معلقه شاي. معلقه شاي. أوه. مش عامله هرم. لا معلقه لا. شاي ممسوحه مثلا. لا خلينا برضو متفقين على حاجه. أنا بقولها لكل اللي بيتابعوني، خلينا متفقين ان كتر التوابل في الاكل مش بتخليه طعمه حلو. اه بتمرره، ده بتضيع طعمه، بتضيع ريحته. ده حقيقي. فاهماني ازاي؟ ده حقيقي. فاحنا خلينا ايه نلعب معاه لعبه كده حلوه. نديله حاجات بسيطه. إيه الخل مثلا؟ لو ضفنا ربع كوبايه خل، ده هيودي لك اللحمه المفرومه ده في حته تانية خالص، مش هتقدري تاكليها، هتبيض. لا ده هتبقى حاجه وحشه قوي. حته تانية اصلا، مش هتبقى لحمه خالص يعني. طيب في الوقت ده يا جماعه انا ببقى إيه معايا طاجن. إيه محلات الكشري بيعملوا ايه؟ مش في طاجن طبعا، هم ليهم حاجه كده معينه من الالومنيوم دي اللي بيشتغلوا فيها. انا طبعا مش اي ست بيت ما عندهاش الحاجات دي، فانا هنا هستخدم الطواجن. عندك طواجن صغيره اعملي زي ما هتشوفي في الفينش معانا، عندك طاجن كبير زي ما هتشوفي معايا دلوقتي اعملي. بس اهم خطوه لازم تعمليها ان الطاجن ده لازم يبقى سخن جدا جدا في الفرن زي ما هتشوفي معايا دلوقتي. تمام. يعني انا قبل ما ابدا الحلقه شغلت الفرن بتاعنا وايه وضفت الطاجن فيه. بسم الله. هنا الطاجن معايا سخن، تمام؟ طيب هعمل ايه؟ معلش من غير ما اقطعك، قول. طاجن، انت قلتي الطاجن سخن. أوه. هل لازم الطواجن الفخار بالاخص تبقى دافيه او واخده سخونه شويه قبل ما ابدا احط فيها الحاجه، ولا عادي؟ وقولي لي اولع الفرن قبلها ولا بعدها؟ لا الطاجن يا شهيره لازم يبقى مولع. بصي مولع. سخن جدا جدا. بصي دلوقتي لما هننزل فيه اللحمه المفرومه. طيب لو ما عنديش فخار اقدر استخدم بايركس؟ طبعا. يبقى سخن برضو؟ طبعا برضو. لازم يبقى سخن جدا. تمام. ابتدي ان انا اعمل طبقه من الزيت كده علشان ايه ما اضطرش ان الاكل بتاعي يلزق فيها عشان اعرف اقلبها. بعد كده هعمل شرايح من الطماطم. ايوه كده، تحس الطماطم هتتقلي. بالظبط كده. تعملي شكل حلو بقى، لان ده الايه، ده الوش. ده كده في الاخر هيتقلب. هيتقلب. عشان كده احنا بنعمل جرنش. أيوة. ايه رايك؟ ايه ده؟ عارف. لا 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 لا. ايه رايك؟ لا طيب لا. ممكن احط مثلا فلفل الوان ممكن كده، الحاجات اللي انت بتحبيه، اللي انت بتحبيه اعمليه. بعد كده هروح عامله ايه؟ اجيب كميه اللحمه المفرومه. قرب كده. تمام. احنا معانا 4 دقايق. سمع الصوت؟ سمع فيش. واروح ضايفه اللحمه المفرومه كده واضغط. اضيف اللحمه المفرومه واضغط. احنا كده فاضل لنا 3 دقايق. تمام. ضيف واضغط. لا انتوا عندكم الدقايق بتمشي بتجري بسرعه كده ليه؟ بتجري. كان 4 دقايق. الوقت الحلو بيمشي بسرعه. مفيش. بسم الله الرحمن الرحيم. بقوا 3 دقايق. شايفين؟ تمام. بعد كده اعمل ايه؟ اجيب المكرونه وانزل بيها كده. ايه ده، احنا ما سلقناش المكرونه صحيح؟ بدون سلق حضرتك. بعد ما ضفنا المكرونه هنعمل ايه؟ المكرونه. أيوة. محتاجه ان هي
تستوي طبعا. يعني عايزه ايه؟ عايزه الصلصه اللي احنا عملناها. زود صلصه لحد امتى؟ لحد ما نغطي وش المكرونه. ما تزوديش صلصه كتير علشان خاطر اصلا احنا اللحمه بتاعتنا ايه؟ مليانه فيها برضو ميه عشان أيوة. اللحمه بقى ما تعومش جوسي. ايوه انا كده خلصت. تمام هعمل ايه دلوقتي؟ اروح جايبه ورق فويل واروح مغطيه الطاجن الحلو بتاعي ده كده اهو، واروح اخدها على الفرن على الرف الاوسط، فرن ساخن مسبقا مده 25 دقيقه على درجه حراره 200. تمام. هيبقى معايا ايه؟ طاجن. الله، يعني احنا حتى ما سلقناش المكرونه. لا هيبقى معايا. حبيت اسلق المكرونه. لا ما تسلقيش المكرونه عشان ما تعجنش منك. حلو ده، ماشي. او ده اسهل، لسه هستنى المكرونه وبعدين اصفي المكرونه وبعدين احط ارجع بالمكرونه. حلو قوي المكرونه نيه كده. ما تيجي نقلب واحد بقى معانا هنا. يلا حلو، يلا نقلب واحد ورينا ازاي. تفرغيه بس اهم حاجه وتروحي ايه تعملي فقره السحر. هوب اتقلب اتقلب اتقلب. هيتقلب. تكسفناش يا ابني على الهوا. ايوه والله. هينزل اهو هينزل. ممكن في النص كده. لا 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 اهو وهوب. يا سلام. فقرة السحر. ايه رأيكم؟ لا ايه رأيك شهيرة؟ لا بذمتك هايلة. حلوة قوي؟ بجد هايلة، وده شكله بالظبط اللي بيجي لنا على فكرة. يا سلام بقى لما بيبقى سخن بيبقى هايل هايل هايل. طبعا هو يعني الريحه بقى بتاعت الصلصه اللي طالعه يا جماعه مش عايزه اقول لكم عامله ازاي، مع اللحمه الشكل في الاخر ادانا فينش رهيب رهيب. واكله سريعه، مش يعني برده ما خدتش وقت على قد انها طاجن. طب معلش ممكن نفكر الناس كمان، احنا هنسيب الطاجن في الفرن مده قد ايه؟ مده 25 دقيقه. 25. بس انا بقى كنت عايزه اسالك حاجه يا شهيره. قوليلي. دلوقتي انا سمعت ان المكرونه بتعلي سعرات جدا جدا، المكرونه اللي بالصلصه، اما المكرونه البيضه فدي حلوه وناكلها وعادي وما فيش مشكله، الكلام ده صح ولا غلط؟ طيب بصي انا هقول لك، هو في اعتقاد دائم بان انا المكرونه البيضه المسلوقه بس انا اقدر اكلها وده كويس. هي المكرونه عموما معموله مصنعه، دي حاجه مصنعه. احنا كخبراء تغذيه نشوه نحب دايما الحاجه الطبيعيه، يعني دايما اقول ايه، ناكل رز بس ما ناكلش مكرونه، ولو كلنا مكرونه او بنحب المكرونه يبقى نقلل الكميات. طيب هل المكرونه نسبه نشويات فيها عاليه اعلى من الرز بكتير لانها معموله من الديل الابيض. كويس، فده طبعا يعني بيسبب لنا مشاكل. النشويات الكتير دي بتحول الدنيا لسكريات في الجسم، ونبدا بقى احنا نربي في خلايا دهنيه بس، نتخن بس. احنا ليه بنقول ممكن ناكل المكرونه البيضاء؟ لانه انا مش معقوله انا باكل حاجه مصنعه معموله من الديل الابيض بس، وكمان اعمله بصلصه متسبكه بسمنه وبزيت وبتاع، فانا كده بعلي عندي مستوى السعرات الحراريه بقى عالي جدا. فانا بدي مكرونه مسلوقه كميات قليله، يعني بقول طبق صغير بوله شوربه احط فيه شويه مكرونه هي دي اللي تتاكل. ده اللي بيدي الفرصه للجسم انه يحرق النشويات اللي داخله، لما تتحول سكريات نبدا الجسم على طول يفرزها ويبدا الكبد يشتغل ويحرقها. لو انا زودت الكميه وحطيت كمان صلصه معموله بزيت ومحمرين بصل وعاملين قصه طويله، انا كده اديت اوفرلود على الجسم من الدهون، فبالتالي الحرق هيبقى بطيء وتقريبا يكاد يكون منعدم، فباذي الجسم مش بتاع. ما عنديش مشكله في اي اكل يا نشوه، المهم احنا ناكله ازاي. شهيره انا ما عنديش مشكله، عارفه ليه؟ ليه وهاكل المكرونه دي وبالصلصه. قوليها. اقول لك ليه؟ لان قول. انت عندك الكورس الجبار اللي تحدديني بيه المره اللي فاتت، سمعتك أيوة. وانت بتقولي لها ايوه وانا فعلا متحدياكي يا نشوه. بعد الفاصل استنونا. انا بشكر نشوه على الطاجن الجميل ده اللي بعد الفاصل انا هنسفه هنسفه، استنوني. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وعلشان انا اتحديت نشوه في الفقره الاولانيه فهي قالت لي طب انا قاعده بقى اما اسمع انت هتقولي ايه. انا قاعده لك هنا يا شهيره. أيوة. عايزه اقول لكم يا جماعه من مكاني هنا المكان حلو قوي الحقيقه. الوضع هنا الوضع هنا جميل قوي. خدت فرصتي. انا اللي وقفت اهو دلوقتي علشان نكلم الناس، هو انا هنسف الكلام ده ازاي؟
وريني بقى. بصي بقى يا نشوى، انا النهارده معايا كورس كامل متكامل عباره عن كبسولات ونقط واعشاب. حلو حلو الكلام. هنشرح كل حاجه لوحدها، بس انا بقى عايزه اقول لك ان انا تحديت الناس وتحديتك انت شخصيا، وقلت ان احنا هندخل رمضان يا جماعه واحنا لازم نكون خاسين. الجو بدا يحرر فبدات اللبس الشتوي، اللبس الصيفي طبعا. وما ادراكي وما ادراكي اللبس الكوارث اللي طلعت والكوارث اللي ظهرت. وفي نفس الوقت داخلين رمضان، رمضان يعني عزومات، يعني اكل بشهيه جباره جدا لان احنا صايمين طول اليوم، يعني كمان مواعيد اتلخبطت، مش بس الميعاد الطبيعي اللي الجسم واخد عليه بان هو هيصحى الصبح ياكل والظهر هياكل وبالليل هيخفف الاكل، لا ده احنا اخر اليوم بعد المغرب بنبدا ناكل. فده طبعا بالنسبه لنا احنا كخبراء تغذيه احنا كده بنعمل خلل في الجسم. هو ده حقيقي يا شهيره؟ اه طبعا. يعني مواعيد الاكل فعلا بتفرق ان الواحد يزيد وزنه يزيد او وزنه يقل؟ طبعا. ده في ناس، انا اعرف ناس ما بتاكلش طول اليوم، بيقول لك مثلا انا باكل وجبه واحده بس. طيب بصي يا نشوى، الجسم ده جواه حاجه محدده او حاجه، اكتر حاجه مسؤوله عن حرق في الجسم هي الغده الدرقيه. الغده الدرقيه في الجسم دي يا جماعه بتشتغل زي الشمس بالظبط. يعني ايه زي الشمس؟ احنا الشمس بتشرق بالنهار وبتغرب بالليل. تمام. اول ما الشمس بتشرق بالنهار احنا بنفتح عينينا، تبدا الغده الدرقيه مستنيه الفطار ومستنيه الغداء، فبتحرق معايا الاكل اللي انا بدخله. حلو. نيجي على الغداء بيبدا نشاطها يقل شويه، ما انا عندي الشمس بدات تغرب شويه فنشاطها بيقل، فبديها كميه اكل هي تحرقه. نيجي على بالليل الغده تنام واحنا ننام، فنقفل بقنا وما ناكلش اي حاجه غير حاجه خفيفه بس تساعد بقيه اجهزه الجسم انها تشتغل، لان ده كمان بيساعد على الحرق. كويس. عارفه انا سمعت دكتور قبل كده، كان دكتور تغذيه، قال لي كلمه انا اخداها في حياتي مبدا، قال لي اكل الليل ويل. أيوة ومن يوميها طبعا. اه طبعا كل لما اجي افتح الثلاجه لا اكل الليل ويل. أيوة. اقفل الثلاجه. عجبني قوي الدكتور ده. عجبني جدا. طبعا اكل الليل ويل. اكل الليل معناه ان انا بشبع جسمي بكميه دهون كبيره جدا، فبتخلي الجسم يعني بيحصله بيهنج، ما بيعرفش يعمل ايه. طب ما انا بحرق طول اليوم، انا فين الحاجه الاساسيه، فين الماده الاساسيه اللي بتخلي جسمي يحرق وانا نايم؟ فده مش موجود. طب وبعدين هنعمل ايه؟ فبنخزن، فنعمل خلايا دهنيه، فيبدا الجسم يتخن، يبدا الكرش يطلع والارداف تظهر والجسم كله يبدا يتخن. طيب احنا بنعمل ايه يا نشوى في الناس اللي اساسا حياتها بقى بالظبط كده؟ كنت لسه هقول لك، يعني في ناس اصلا هو حياتهم كده، يعني اسلوب حياتهم كده، يعملوا ده ايه؟ ده حقيقي، ده حقيقي. انا بعمل معاهم ايه؟ بتعامل معاهم كانهم لسه صاحيين من النوم. بمعنى ايه؟ يعني طالما انا خلاص شغل الغده الدرقيه عندي بدا ينام بالليل، انا ببدا اديله مجموعه حوارق مضاعفه تشتغل شغل الغده، فبالتالي يحرق عندي الجسم طول ما هو صاحي طول الليل. فيجي ياكل، ما اولا بديله كبسوله قويه جدا تساعد على سد الشهيه، فكميه الاكل اللي هياكلها هتبقى كميه قليله، وفي نفس الوقت بزود في الكبسوله وبزود له مع النقط والاعشاب اللي بديهم له كمية حوارق، وبزود مواد فعالة حارقة قوية جدا بحيث ان الجسم يحرق الاكل اللي هو بياكله، فبالتالي ما يتخنش، ياكل زي ما هو عايز بالليل لكن مش هيتخن، وكمان هيخس حتى لو هو وزنه زايد. كويس؟ طب انا عايز اسألك على حاجة. يعني الكبسولة والحاجات دي بتحرق الاكل اللي انا هاكله، ولا بتحرق اوريدي الحاجات اللي هي اصلا موجودة في جسمي؟ بتعمل المضاعف. انا عندي حاجتين مضاعفتين بيحصلوا معايا. ايه هي بقى؟ انا بحجم الشهيه، بدي كبسوله مكونه من مجموعه من الالياف، اهمها عشبه الكونجك، والكونجك دي ده عشبه يابانيه بتتزرع في اليابان، احنا بنجيب البذور بتاعتها. دي عباره عن ايه؟ عباره عن الياف بس. طبعا انت شيف شطوره، عارفه يعني ايه فايده الالياف في الجسم. الالياف بتمد الجسم بمجموعه فيتامينات كتيره جدا، اهمها فيتامين بي وفيتامين دي وفيتامين سي. صح. طيب الالياف دي بتعمل ايه؟ بتملى عندي المعده. الكبسولات دي بتخليني اشرب ميه كتير، يعني بعد ما باخد الكبسوله على كوبايتين ميه بتخليني اشرب ميه كتير، فبالتالي بتعمل ايه؟ بتفضل تنفش زي الجيلي. كويس. هي بتتعامل زي الجل كده، هي في الاخر بتتفتت في المعده وتبقى زي الجل. كل ما اشرب ميه كل ما تكتر الكميه، كل ما اشرب ميه كل ما تكتر الكميه، فبعمل ايه؟ بحس بالشبع، انا مش جعان خلاص كده، بتحسسني ان انا خلاص شبعت مش عايز اكل. بالظبط كده. معايا بقى كمان
مجموعة حوارق. يبقى أنا أول حاجة عملت فيها إيه؟ سددت الشهية، وبعديها بديت مجموعة حوارق بالظبط كده، بدأت أحرق بقى المخزون بالزبط. يبقى أنا اتخلصت من اللي داخل زيادة وبحرق من المخزون اللي بقاله كتير، فبالتالي أنا بخس. عشان كده أنا بضمن خسسان مش أقل من 10 ل 15 كيلو في الشهر الواحد. بقى أنت عارفة بتتكلمي إزاي؟ طبعًا 10 ل 15 كيلو ده، عارفة ده حد وبقى حد تاني. أيوه والله. عشان كده انا النهارده بتحدى الناس انها هتدخل رمضان يا جماعه مش اقل من 20 كيلو، لان انا النهارده مش جايبه عرض واحد بكورس واحد، انا جايبه كورسين نقدر ناخدهم مرتين في اليوم علشان احرق كميات كبيره واخس كميه دهون كتيره، وفي نفس الوقت اقدر ادخل رمضان وانا بامان. يعني هخلص رمضان وانا واكل كل اكل رمضان، وحلويات شرقيه شهيره، وحلويات شرقيه وعصاير وسكريات كل حاجة، وعيش حياتي. تعالي نشوف ابراهيم عايز ايه. تعال. الو يا ابراهيم. الو مساء الخير. مساء الفل. منورين الدنيا اولا. ده بنورك. ده بنورك. ثانيا بقى انا بتكلم بخصوص الالياف دي، انا نفسي في حاجه بجد تسد نفسي، انا مش عايز اكل تاني. يلا تعالى النهارده انا هسد نفسك خالص. اما الطاجن المكرونه ده مين اللي هياكله يا ابراهيم؟ مش عايز تاكل ليه؟ بس ما تاكل وتاخد الدواء. انا لو موجود هقوم بيه، بس انا بقى مش عايز ده، عايز اوقف الكلام ده. طب ايه رايك يا ابراهيم، انا هخليك تاخد كميه قليله من المكرونه وهتخس كمان، ايه رايك؟ الطاجن ده هتاخده وهتاكله، ولو وبقابلني لو كملته والله. وانا من ايد حضرتك دي لايد حضرتك دي. من عينيا يا ابراهيم. الاول يا ابراهيم قول لي انت عندك كام سنه؟ انا عندي 26 سنه. 26 سنه، صغير. صغير اه. طيب تمام، وزنك قد ايه؟ لا انا وزني 89 90. 79 89 90. 89 90. طيب كويس. أوه. عندك اي بتشتكي من اي امراض يا ابراهيم؟ لا لا الحمد لله. الحمد لله ربنا يديم عليك الصحه. انا مش طويل قوي يعني، فانا طولي 163 164 كده. اه يعني انت عندك زياده رهيبه. دي باينه. طيب خليك، بص يا ابراهيم، انا النهارده كنت عامله انه هيوصل لاول 100 متصل العرض بتاعي النهارده عباره عن كبسولات ونقط واعشاب، عليهم كورس تاني كبسولات ونقط واعشاب، والاول 100 متصل هيوصل لهم بخصم 50%، وهيوصل لحد باب البيت مجانا. يعني انا العرض بتاعي النهارده كبسولات ونقط واعشاب كورس كامل، عليهم كورس كامل كمان مجانا، وفي نفس الوقت اول 100 متصل هياخد 50% على الاثنين. حلو. ايه رايك؟ حلو كده؟ مفيش بعد كده. لازم يا ابراهيم بقى تبقى من اول 100 متصل علشان تلحق تخس بسرعه قبل ما يدخل رمضان. فاضل لنا قد ايه على عيد الام؟ عيد الام يوم 21/3. انت بتحبي تجيبي لماما هدايا كوبايات بقى واطباق والحاجات دي، ولا تحبي تجيبي الهديه التمام؟ لا 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 لا، انا اجيب هديه تمام تمام بمامتي حبيبتي طبعا. انا بحب دايما برضو الهدايا اللي ليها قيمه. يعني ايه قيمه؟ قيمه يعني انا هستفاد بيها. صح. يعني احب اجيب لمامتي حاجه هي تستفاد بيها. انا بحب أو الفكره أو حد دي يجيب لي كده بصراحه، بحب علشان كده انا جايبه النهارده العرض ده، لان انا بتحدى اي بنت زايده في الوزن انها تاخد عرض النهارده كورس، وعليه كورس مجانا، اول 100 متصل هيوصل له الكورسين بخصم 50%، هيوصل لكم لحد باب البيت مجانا، المتابعه كمان مجانا، وتحدي ماما ونشوف انت ولا ماما او انت أسرع. ولا حماتك او انت ولا اختك هنخس اسرع، ايه رايك؟ ده حلو قوي. طب انا عايزه اسالك على حاجه بقى. اتفضلي. هو الكورس ده يكفيني قد ايه؟ المفروض الكورس الواحد بيكفي معايا شهر، والشهر ده انا بضمن نزول من 10 ل 15 كيلو. يعني الكورس وعليه كورس واحد هديه ينزلني في حدود 30 كيلو بالظبط كده ده في شهرين. لا بصراحه يعني حاجه حلوه قوي. الناس بقى بتروح تعمل دايت وتحرم نفسها وما تاكلش المكرونه لا بتاعتك. لا ده سيبك ما تعملش اي حاجه. ده في حاجات تانية اللي هي بقى دي طالعه موضه الايام دي، اللي هي يروحوا يعملوا عمليات تدبيس المعده وتكميم المعده. لا علشان كده انا النهارده ويعرضوا نفسهم للخطر بالكورسات دي يا نشوى. صح. ليه؟ الكبسولات بتاعتي هي بتشتغل كبديله للمعده كبديله للتكميم. صح. وفي نفس الوقت هي بديله لعمليات النحت. ليها بديله لعمليات النحت؟ انا النقط والاعشاب بتاعتي فيها مادتين يعني من اخطر المواد اللي بتعمل ريشيبنج للجسم، يعني بتعيد تاني تكوين الجسم الطبيعي اللي ربنا خلقه لي. احنا عندي ايه هما المادتين؟ عندي البي بي سي والال كارنتين. البي بي سي هي ماده، المفروض الماده دي بتعمل ايه؟ بتدخل على الخليه تكسرها، تفك الجزيئات اللي بينها، وتبدا تخرج عندي عن طريق العرق او عمليه الاخراج. فانا كده عملت ايه؟ انا
فتت كل الخلية الدهنية اللي هي أصلا بتاكل طول الوقت الدهون اللي أنا عمالة أديها لها. هي خلية عاملة زي إيه؟ بصي، خلية كده طول الوقت فاتحة بقها، كل ما أنت هتاكلي الدهون دي هتبدأ تحوشها، فتكبر الخلية، تكبر الخلية، تتكون عندي مجموعة خلايا يتحدوا في بعض، يبدأ عندي كمية دهون في مناطق مختلفة. فأنا بالتالي عندي كبسولات دي هي بتشتغل بديلة لتكميم المعدة، لأن أنا بدل ما بقص المعدة أنا بملاها بأعشاب طبيعية وبمواد طبيعية وبألياف مزودة كمان بفيتامينات تعوض الجسم كل ما هو بيخسره، وفي نفس الوقت أنا لا دخلت عملت عملية ولا تكلفت ولا عرضت نفسي للخطر ولا أي حاجة خالص كمان وما تكلفتش فلوس. مش أنت بتعملي أكلات اقتصادية؟ عندك حق، أنا كمان بجيب لك كورسات اقتصادية على قد إيد الناس. حقيقي بجد النهاردة إحنا نازلين بأسعارنا جدا جدا جدا، علشان إحنا عارفين طبعا ظروف دخول رمضان، وكل الناس في الوقت ده بتبقى متدربكة وعايزة تخزن حاجة رمضان. فبالتالي أنا مش عايزاكي ولا عايزاك تشيل هم فكرة إن أنت كمان تبقى تخنان ومضايق شكلك وداخل على رمضان ممكن تتخن أكتر. لا، النهاردة على طول نتصل بأرقام التليفونات اللي موجودة على الشاشة، لو ملحقناش أو الأرقام مشغولة نصور الشاشة، نبعت مسجات واتساب على نفس الأرقام دي، أو التواصل عن طريق صفحة الفيسبوك الخاصة بشركتنا HR فارما. هيجيلك النهاردة هيوصلك الكورس، عليه كورس تاني مجانا، أول 50 متصل هيوصل له 50% على كورسين، وكمان التوصيل مجانا ومتابعتنا كمان مجانية، والمتابعة دي مهمة جدا يا نشوى. أنا كنت لسه هسألك في الموضوع ده، هل كل الناس اللي هتتصل هيبقى ليهم مثلا بيتابع معاهم أو متخصص يتابع معاهم حالتهم؟ طبعا يشوف مثلا بيشتكوا من أمراض معينة، طبعا ودي عندهم مهمة، حاجة معينة ما يقدروش ياخدوا الكورس ده ما يناسبهمش، يديهم حاجة تانية بدايل كده؟ طبعا دي مهمة جدا، المتابعة مهمة جدا. ليه؟ اولا المتابعه من اول ما بيوصل لنا الكورس، انا لازم اول قبل ما يطلع لك الكورس تقولي لي حالتك الصحيه ايه وسنك ووزنك وطولك، دول مهمين جدا بالنسبه لي. وبعد كده هيطلع خبير التغذيه اللي هيكون بيتابع معاكي، او الدكتور اللي هيكون بيتابع معاكي، هيطلع لك الكورس الخاص بصحتك، يعني عندك سكر، عندك ضغط، عندك كوليسترول عالي، امراض القلب، الحاجات دي كلها كل واحد ليه كورس خاص بيه، مش هو كورس واحد او كبسولات واحده وهتروح لكل الناس او ورقه واحده وهتتوزع كل الناس. ما هو صح، ده اللي انا كنت بسال فيه الكلام ده، كل حاله وليها الكورس الخاص بيها. مش بس كده، كمان هنيجي بعد كده، اول حاجه هتوزني نفسك قبل ما تبداي تاخدي الكبسولات. بعد ما بتوزني نفسك بعد اسبوع تكلمي خبيره التغذيه، وناس كتير بتنسى، فخبراء التغذيه عندنا بيبقوا عارفين، يرجعوا يتابعوا معاهم، ها عملتوا ايه، اخدتوا الكورس بانتظام، مشيتوا ازاي، اكلتوا ايه، ما اكلتوش ايه. احنا ما بنحرمش حد من حاجه، بس في للامانه انا دايما بنبه على الفريق الطبي بتاعي بانه يقول للناس طريقة معينة ياكلوا بيها. يعني ايه طريقة معينة؟ مش كميات معينة، ولا بحرم ولا بقول ده ممنوع ولا وده مرغوب، لا انا بقول اوقات محددة. انا بحب دايما احدد الميعاد اللي المعدة هتستقبل فيه الاكل، فبالتالي ده هيديلي فرصة ان الكبسولات تشتغل اسرع معايا. حلو، كويس. انما مثلا انا لو احب دايما يبقى الفطار، وده وجبة مهمة جدا وناس كتير قوي يا نشوى بتستهين بيها، تقول لك سندوتش جبنة وامشي. انا لا، كنت كده وانا صغيرة. لا خالص، الفطار ده وجبة مهمة جدا، لان هو ده اللي جسمك هيبني عليه بقية اليوم. فانا بالنسبة لي وجبة الفطار اهم من وجبة الغداء. صح، ولازم يبقى فيها كل العناصر، هناكل فول او بيض، هناكل عيش، ويفضل طبعا العيش البلدي، انا احبه جدا لانه القمح والفيتامينات اللي في العيش البلدي غنيه جدا، تبدا توزن مع جسم الانسان وصحته. وتبدا بقى انت عارفه، فاكره زمان لما بيقول لك ايه الناس اللي بيطلع بقع في وشها، تقول لك خد عيش بلدي، الرده اللي في العيش البلدي المصري بتاعنا مفيده جدا كتيرة. لانها طبعا فيها فيتامين بي مختلفه، اي وبي بي و1 و2 و6 و12، دول مهمين جدا، مجموعه البي كومبلكس دي مهمه جدا. صح، دول كمان هتلاقوهم متعززين في كمان في الكبسولات بتاعتي، انا معززاهم في الكبسولات بتاعتي. علشان ايه؟ علشان انا لما باجي اخس احساس بصي ان انا ماسكه المعلقه كده واكل، او ماسكه حته حلويات واكلها، ده في حد ذاته بيجيب سعاده. كويس، سعاده، وانهي سعاده؟ خصوصا برطمان الشوكولاته مثلا. الله، يا سلام، الله عليك. طيب انت عارفه ان الشوكولاته دي فيها فيتامين بي 6؟ دايما اللي بيقول لي، اللي بيبقى متضايق يقول لك ايه، انا بحب لما اجي اتضايق قوي اكل شوكولاته. فعلا، لان هي مصدر السعاده. ليه بقى؟
ليه؟ علشان بي 6 ده هو الفيتامين المحفز لهرمون السيروتونين، وهرمون السيروتونين اللي في الجسم ده اللي بيتحفز امتى؟ بيتحفز لما اكون مبسوط. فبالتالي لما اخد حاجه مسكره وفيها سكريات كويس بتعلي عندي الهرمون ده، فبحس بالسعاده. انت عايزه تحرميني من السعاده؟ عايزه تحرميني من السعاده يا شهيره؟ ابدا خالص. الفيتامين بي 6 ده انا مزوداه ومضاعفه كميته في الكبسولات عندي، علشان لما تاخدي الكبسولات وما تقدريش تاكلي، مش ممنوع تاكلي، ما تقدريش تاكلي تحسي بالسعاده. لا تقولي لي انا متعصبه، ولا تقولي لي انا عندي مخنوقه او مخنوقه متضايقة او متضايقه او بخانق دبان وشي. على ناس فكره بتقول لي كده، على فكره انا بخانق دبان وشي وانا مش عارفه بيخانقوه ازاي دبان وشهم ده، الحقيقه نفسي اجربها. بتقف هنا الدبانة. فعشان كده أنا مزودة فيتامين بي 6 في الكبسولات بتاعتنا، عشان تعزز عندي هرمون السيروتونين، فبالتالي أبدأ أحس بالريلاكسيشن وأحس إن أنا مبسوطة. مش بقدر آكل لكن أنا مبسوط، مش متضايق، مش متضايق من إن أنا مفيش كميات أكل كتيرة واصلالي. وطبعا منظبطين حاجات كتيرة قوي في الجسم، من أهمها كمان الكبد. انزيمات الكبد لما بتعلى تعمل مشاكل كتير صح. جدا. وعلى فكره هي حلقه متصله. ده بسبب السكر لما بيعلى. طبعا 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 الكبد ليه طاقه معينه في فلتره السموم والدهون في الجسم. هي بتبقى حلقه كده، في مره من المرات هشرح لك الدنيا بتبقى ماشيه ازاي في جسم الانسان. البنكرياس، البنكرياس انا لا بيفرز انسولين علشان ينظم ضخ السكر الطبيعي، الجلوكوز الطبيعي اللي جوه الجسم. فانا بالنسبه لي لما بديله سكريات اعلى منه يبدا يشتغل خلاص ما بيقدرش، هيقف ما بيقدرش يكمل. بالظبط كده. فهنا ده بالظبط برضو الكبد بيحصل معاه نفس القصه، ان انا لما بديله دهون عاليه جدا، سمنه وزيت وفاتس واللحمه بقى لما بتبقى فيها دهون والكلام ده كله، الله على حته اللحمه الموزه كده الجميله دي، والناس كلها بتقول الله، انا نفسي بقول الله وبحب النوع ده من الاكل، لكن لازم انظم عمليه الاكل. الناس اللي ما بتقدرش على ده او ما عندهاش فرصه ان هي يعني زي مواعيدها كده، لما قلتي ان مواعيدها كمان بتتغير ويبقوا بيشتغلوا بالليل، انا مساعداهم جدا بكورسات. كورس النهارده عليه كورس تاني، هنحرق الدهون، هنسيح كل الدهون وننسفها ونخرجها بره جسمنا، هناكل اي اكل. وتحدي طاجن المكرونه اللي معانا النهارده هقدر اكله بكل الدهون اللي فيه، بكل الحاجات اللي فيه، واقدر اخس كمان في شهر مش اقل من 20 كيلو، سوري مش اقل من 10 كيلو، والحد الاقصى عندي 15. وعلى فكره في ناس بتخس اكتر من كده، يعني ابراهيم اللي كلمنا عنده 26 سنه، كل ما السن كان صغير كل ما كان افضل عندي في الحد. كنت لسه هقول لك كده، ان بالزبط. فعلا ان كل ما الواحد سنه بيبقى صغير كل ما الحرق بيبقى عنده اعلى، صح كده؟ المعلومة دي صح؟ طبعا هشرح لك المعلومة دي بالظبط ليه، بس الأول هنروح فاصل صغير يا نشوى. نروح فاصل واوعى تروحوا في أي حتة، ونرجع تاني. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. أحب أفكركم بعرضي النهاردة. العرض عبارة عن كورس كبسولات ونقط وأعشاب، عليهم تاني كورس بكبسولات ونقط وأعشاب النهاردة. دول جايين كورس ومعاه كورس هدية. الكورسين دول هيوصلوا الأول 100 متصل بخصم 50%. مش بس كده، الشحن كمان مجانا، وكمان متابعاتي مجانية. نشوى كنت سألتيني وقلتي لي كل ما السن يصغر. طبعا احنا كل ما بنكبر بيزيد. طبعا كل ما بنكبر احنا عندنا حاجه في جسمنا اسمها التمثيل الغذائي اللي هو الايد. الايد ده كل ما بنعلى بعد سن 35 بيبدا نسبه الحرق بتاعتنا بتقل واحده واحده. احنا بنفقد، احنا لو يعني بالبلدي كده، لو انا المفروض لو في سن صغير من اول 15 سنه لحد 35 سنه، لنفترض ان انا بحرق 1500 كالوري في اليوم. لا، من بعد ال 35 سنه انا ببدا اخسر 50 كالوري ما بحرقهمش، يعني 50 كالوري، هنقول 1530 بحرقهم، بعد شويه 1500 بس، بعد شويه 1000 وهكذا، ببدا اخسر عدد الكالوريز اللي انا المفروض الجسم الطبيعي بيحرقها. كويس. عشان كده دايما مع كبر السن الجسم بيملى وبيتغير شكله، تمام. وبعدين بعديها بقى عشان كده
الصغير دايما عنده نسبة الحرق عنده اعلى بكتير، كل ما بكبر كل ما نسبة الحرق عندي بتقل. ايه رأيك نشوف صورة؟ نشوف. والصورة دي تثبت لك اللي انا بقوله. لا انا واثقة فيكي من غير ما اشوف الصورة. طب اتفضلي. بصي يا ستي، ما شاء الله ده حسن. ماشي، حسن على فكرة صغير في السن مش كبير، حسن عنده 18 سنة وكان عنده مشاكل في الكرش، طبعا باينه جدا، كرشه باين جدا وجسمه باين جدا. الرجاله كمان بسبب الاكل الجاهز دايما اللي من الشارع، الشباب بالاخص بينزلوا ياخدوا الفاست فودز والحاجات دي، فطبعا بيحصل عندهم تغيرات في جسمهم مع تغيرات في هرموناتهم، فتلقي ولد صغير مثلا في حجمه عنده كرش وعنده التسدي. انت عارفه التسدي عند الرجاله ده برده مشكله لطيفة. وشكله ما بيبقاش لطيف خالص. حسن كان وزنه بالظبط 90 كيلو ونزل معايا ل 65 كيلو. ما شاء الله. ايه رايك؟ حلو؟ ده في قد ايه بقى؟ بالظبط في شهرين. لا دي حاجه حلوه جدا. شفتي؟ لا. يعني احنا بنقول ان احنا خسينا، حسن خس 25 كيلو بالظبط في شهرين. ما شاء الله. وطبعا ده انجاز كان بيعمله حسن. اولا مبدئيا انت اول ما بتبداي تاخدي معانا كورسات من اول اسبوع بنبدا نحس بالفرق، انا بخس وبتحدى. انا بتحدى. ركزي في اللي انا بقوله ده. انا بتحداكي وبتحدى كل الناس اللي هتبدا تاخد معانا كورساتنا من النهارده، في اسبوع بالظبط هنلقى نفسنا وزننا نازل مش اقل من 4 كيلو، وكمان مقاساتنا متغيره. يعني لو انت عندك بلوزه بقى ركناها كده شويه على جنب، ايوه، لا هترجعي تلبسيها بعد اول اسبوع. وهو ده اللي انا بعمله، وده التحدي اللي انا دايما بتكلم فيه مع الناس. مين مش بيحب ياكل ويخس؟ مين مش بيحب ان هو يبقى قدامه طبق مكرونه بشاميل او محشي او كل انواع الاكل الجميله بتاعتنا دي، وفي نفس الوقت ياكل ومش شاغل باله ان هو هيتخن او كرشه هيطلع او ان انا هخس، يعني انا هخس ازاي وانا باكل مكرونه بشاميل؟ لا، وعارفه ايه كمان؟ تأنيب الضمير والاحساس بالذنب. اول ما بنخلص اكل يا ريتني ما اكلت، يا ريتني ما انا ايه اللي عملته في نفسي. طب تعالي بقى نشوف حالات بنفسها هتقول لك هي عملت ايه. يلا يلا نشوف. انا اسمي عصام محمود، عندي 21 سنه، كنت 120 كيلو، حاليا 95 كيلو. كنت بعاني دايما من اللبس، كان دايما اللي انا بفضله ما كانش بيجي على مقاسي، وان انا كنت بلاقي اللبس اللي انا حابه او ستايل لبسي شويه في الفئه السنيه اللي فوق عمري، فكان مش لايق عليا. شفتي ده ايه؟ ده خد معانا كورسات. خد معانا كورسات وبالظبط في شهرين ونص قدر يخس كميه كبيره جدا. الرجاله عندي للاسف بينتصروا علينا في موضوع ال لا ما تقوليش كده يا شهيره لو سمحتي، انا ناصره المراه، ما تقوليش كده. كل اقول لك على حاجه، ال 100 اتصال اللي جايين دول هيبقوا كلهم ان شاء الله ستات كلهم. انا عايزه ال 100 اتصال. يلا يا جماعه كده ما ينفعش نلحق نتصل بسرعه بارقام التليفونات، اللي مش هيلحق او حاسس ان في التواصل، علشان احنا بيبقى دايما عندنا ضغط تليفونات كتير فالارقام بتبقى مشغوله. التواصل معانا طول اليوم لحد بكره في حلقه الهوا معاكي، العرض شغال لحد حلقه هوا بكره. النهارده عرض معاكي كبسولات ونقط واعشاب، عليهم كورس تاني بكبسولات ونقط واعشاب مجاني، يعني هتخسي شهر على حسابك وشهر على حسابي. مش بس كده، اول 100 متصل هيوصل لهم الاثنين عليهم خصم 50%، وفوق ده كله الشحن هيكون مجانا، متابعتي اجباريه ومجانيه. يعني ايه اجباريه؟ يعني لازم تتابعي معايا كل اسبوع علشان خاطر نخس بامان ونوصل لبر الامان واحنا مطمنين على نفسنا. اهم حاجه هي ان احنا نخس بالامان. صح بالظبط، اهم حاجه عندي ان انا اخس بالامان. طيب انا لما يعني ايه بخس بامان؟ يعني ان انا عندي مكونات عباره عن الياف وأعشاب. بذور فاكهه بذور فاكهه طبيعيه جدا زي الاناناس زي الجريب فروت وزي التفاح الاخضر، كل البذور دي انا جمعاها في الكبسولات علشان خاطر تديني احساس ان انا بنظم عندي معدل افراز الانسولين، يعني بنظم السكر وبنظم الكوليسترول، فبالتالي اي فرصه لتخزين اي دهون ده مش موجود. الى جانب ان انا بحجم عندك الشهيه، فبالتالي لو انت شهيتك مفتوحه او مش عارفه تبطلي اكل او بتاكل غلط او الطبق لازم، انت عارفه زمان كده يا ماما كانت تحط الطبق لازم تخلصي الطبق كله. خلصي طبق الرز ده وانا هديكي 5 جنيه. مفيش رز.
الطبق مش هيكمل يا ماما للاسف، احنا مش هنكمل بس الطبق. الثقافه دي اعتقد ان هي مش صح، ان انا لازم اجبر ولادي. اهالينا زمان كانوا بيعتقدوا ان الولاد كل ما اكلوا كتير وبقوا وشهم كده يقول لي كده وشه مربرب كده يبقى ده عنده صحه. دي الثقافه ده مش بقى صحة. اللي بتبني غلط صح كده بالظبط. يا ريت توجهي الكلمه ديت لكل الامهات اللي بتسمعنا. لا يا جماعه، مش كل ما تخن كل ما كان كويس، كل ما كان صحته كويسه هو ده المهم. مش لازم يبقى تخين صح علشان اقول ان ابني صحته كويسه. يلعب رياضه، بالعكس طبعا فاكهة. طبعا ولو ربنا ولادنا على ده من الاول احنا مش هنضطر ان احنا ندخل في حالات السمنه المفرطه. صح كده. انا معايا حاله ثانيه عايز تتكلم عن نفسها، ايه رايك؟ يلا بينا، يلا نشوف الحاله الثانيه. انا اسمي مدام عايده عمار، عندي 45 سنه، كنت بعاني من الوزن الزايد، ولما اخذت منتجات الشركه دي نزلت 25 كيلو في خلال شهرين ونص. 25 كيلو في شهرين ونص ما شاء الله، يعني المعدل اللي انا بتكلم عليه 10 كيلو في الشهر. ده حلو قوي قوي. انت عارفه يا شهيره ايه اللي عاجبني في العرض ده؟ انا عاجبني حاجه واحده بس، ان انا مش هروح للدكتور طبعا، ورايح جاي بقى وهو واقعد واستنى بقى ودوري يجي دي حاجه حلوه عجباني قوي. مريض السمنه يا نشوه، السمنه احنا بنعتبرها مرض زي اي مرض، بل بالعكس ده هي بوابه كل الامراض الخطيره اللي بتجيلنا مع الوقت. كويس، مريض السمنه مش محتاج ان انا اكشف عليه بسماعه، انت بتروحي عند دكتور قلب او دكتور صدر او كذا او كذا بيسمع. صح. انا مش محتاجه منه ده، هو لما هيجي لي حتى في المركز بتاعي او في العياده بتاعتي هيقول لي ايه، انا هقول له انت طولك قد ايه، يلا نشوف وزنك طولك قد إيه؟ يلا نشوف وزنك مقاسات. طيب انت مقاساتك قد ايه، طب يلا اتفضل اهو. لا انا عشان كده احنا بنوفر على الناس، حتى يعني عشان كده بقول دي كورسات اقتصاديه، انت ولا هتركب عربيتك ولا هتروح لدكتور ولا هتدفع كشف عند دكتور ولا بنزين ولا هتقعد ولا بنزين ولا بنزين ولا هتقعد تستنى عند الدكتور بالساعه والاثنين على ما تدخل تكشف. انت هترفع سماعه التليفون من خلال ارقام التليفونات، هتقول وزنك وهتقول طولك وهتقول انت بتعاني من اي حاله صحيه، هتتواصل عن طريق الفيسبوك، صفحات الفيسبوك بتاعتي او ارقام التليفونات، ارقام التليفونات كمان معززين عليها خدمه الواتساب، يبدا تتكلم مع خبير التغذيه هيقول لك بالظبط الكورس المناسب ليك واللي هيطلع لك. عرض النهارده هو كورس عليه كورس تاني هديه، يعني شهر عليك وشهر عليا. مش بس كده، اول 100 متصل هيجي لهم خصم 50%، وفوق ده كله الشحن مجانا، وكمان المتابعه بتاعتي اجباريه ومجانيه، يعني حتى في المتابعه مش هتروح تاني ان انت تدفع كشف تاني او استشاره، لا بالتليفون كل حاجه هتكون لحد عندك. أنا رأيك؟ شايفة كمان إن ممكن إن إحنا نستفاد بالعرض ده لو مثلا حد فينا مش محتاج إن هو ينزل من 10 ل 15 كيلو، مثلا أنا محتاجة أنزل 5 كيلو 7 كيلو، وواحدة صاحبتي مثلا محتاجة هي كمان تنزل نفس الميزان دوت، ممكن إحنا الاتنين نستفاد من العرض ده، صح يا شهيرة؟ طبعا يبقى حلو قوي، نعمل شير كده ما بيننا. يلا بسرعة نتصل، أنا سعدت بيكم، سعدت بيكي جدا يا نشوة حبيبتي. وسعدت بيكي معايا في أنا الفقرة، أنا جاية معاكي كل يوم في الفقرة دي أكيد إن شاء الله تشرفيني وتسلم إيدك على أكل. أنا سعدت بيكم، بكرة حلقة جديدة وأكلة العيلة أكلة جديدة وبرضه هنخس.